ولإلقاء المزيد من الأضواء حول التصويت خارج مملكة البحرين، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من المملكة العربية السعودية سعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة. سعادة السفير، بداية نرحب بك، وهل لك أن تصف لنا الإقبال الذي شهدته سفارة البحرين في الرياض؟ الله يمسيك بخير أخي الكريم. في البداية أحب أن أشكركم على هذه المبادرة. بدون شك أن اليوم عرس وطني ديمقراطي نعتز فيه في مملكة البحرين، وأتشرف بهذه المناسبة الطيبة أن أسمحت لي أن أرفع أسماء التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس الوزراء. أخي الكريم، اليوم بدأت عملية الاقتراع للساعة 8 صباحا. نعم. ويتجري بانتظام وسلاسة وسهولة، وكما تعلم أن المواطنين البحرينيين في المملكة العربية السعودية يعني حريصين على المشاركة في هذه العملية الانتخابية لتعكس إخلاصهم لقيادتهم ووطنهم وحرصهم على التعبير عن رغبتهم في انتخاب ممثليهم بكل حرية، عشان تكون مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي بأجمل صورة. الحقيقة أحب أن أنوه أن هذه الانتخابات تعكس مدى نجاح المشروع الإصلاحي العظيم الذي يتبناه سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله. نعم. من توليه مغالية الحكم في البلاد، وما يعني المزيد من النماء والعطاء. نعم. والنهضة والتقدم للبحرين الغالية في ظل هذا العهد الزاهر المبارك. وأتمنى للجميع يعني عيد ديمقراطي سعيد. نعم. ونرى إن شاء الله يعني نتائج طيبة يكون خيرها للبلاد والعباد إن شاء الله. نعم. إذن الشيخ، يعني ما هي الإجراءات التي من المفترض أن تتم من خلالها عملية نقل الصناديق بعد أغلاقها في السفارات يعني خارج المملكة وخصوصا في الرياض إلى داخل مملكة البحرين؟ اللجنة العليا عملت نظام متكامل، تم نقلها صناديق إلى البحرين حسب التعليمات اللي عندنا. واليوم إن شاء الله بعد ما تنتهي فترة الانتخاب هنقوم بعملية الفرز، وبعد ذلك هنقوم بإقلاقها وتشميعها وارسالها للبحرين حسب التعليمات اللي عندنا الله يحفظك. نعم. اذا سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفه سفير مملكه البحرين لدى المملكه العربيه السعوديه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.